السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس أسماء على قناة ساينس ويز مس أسماء. حبايبي student of grade 5، أهلا بيكم يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد lesson 6 from the concept 1، اللي هيبقى آخر lesson في الconcept بأمر الله، وهنبدأ بعديها نحل model exam على الconcept كله. دلوقتي الليسون ده صغير جدا، فبيتكلم على السيد ديسبيرزل، انتشار البذور. انا المره اللي فاتت اخر حاجه اتكلمنا عنها طريقه الريبرودكشن انسايد ذا بلانتس، ازاي النبات بيتكاثر. يعني ايه ريبرودكشن؟ ان النبات هاف نيو بلانتس. طب هيبقى عنده نيو بلانتس ازاي؟ عن طريق فورميشن اوف ذا سيد، تكوين البذور. طب والبذور هتتكون جوه ايه؟ inside the flower. وعرفت ان الفلاور is the reproductive organs for many plants. The flower is the reproductive organs for many plants. والفلاور it which is responsible for formation of the seed. وان السيد ده هو البيبي plants، هو البيبي بتاع البلانتس اللي ما بيتحط في السويل وياخد water وsunlight هينمو ويدينا new plants. طيب السيد ديسبيرزل، انتشار البذور، انتشار البذور عشان النبات ده ينمو بيتم ازاي؟ قال لي انا عندي في بعض النباتات بتعيش مثلا في الصحراء، في بعض النباتات بتعيش في بيئه مائيه، يعني نباتات مائيه في الليكس او ريفرز. فكل في different type of plants، فأكيد هيبقى في different type of seed dispersal، different types of seed dispersal في طريقة انتشار البذور عشان الايه البذور تنتشر والنبات يعيد انتاجه مرة أخرى. فالطرق الانتشار بتاعت ال seeds، قال لي يا إما بيحصل لها floating on water، إنها بتطفو على سطح المياه، أو بيحصل لها traveling by wind، إنها تنتشر بالرياح، أو يحصل لها sticking to animal fur or human clothes، إنها تلزق على مثلا فرو بتاع حيوان أو هدوم الإنسان، أو إنها تتاكل عن طريق حيوان وتنزل من خلال الستول بتاعه للصايل فتتنقل برضو. يبقى دي طرق نقل السيدز. يبقى الways of seed dispersal in nature: floating on water, traveling by wind, sticking to animal fur or human clothes, being eaten by animal and comes out through their stool طيب عندي كده different types of of seeds. عندي كذا نبات، كل نبات فيه different type of seeds، يعني الكوكونات seed، وعندي نبات تاني اسمه maple seed وtomato seeds و البوردوك سيدز والابل سيدز والدانديلون سيدز. كل واحدة من دول هيبقى لها طريقة ديسبيرزل مختلفة عن التانية. ازاي؟ قال لي كده مثلا ان عندي طريقة الانتقال، لو floating on water، لو بتطفو على سطح المية السيدز دي، هيبقى بلاقيها في الكوكونات سيد، يبقى جوز بذور جوز الهند اللي هتتنقل عن طريق المية. floating on water تبقى coconut seed، traveling by wind بتنتقل بالرياح، دي لازم تكون خفيفة خالص عشان تقدر تنتشر عن طريق الرياح، زي maple seeds and dandelion seeds، الهندباء. تمام، الهندباء بذور الهندباء والمابل سيدز دول بيتميزوا ان هما very light seeds، خفاف جدا، عشان كده traveling by wind. طيب اللي sticking on to animal fur، اللي هتلزق على جسم على الفرو بتاع الحيوان، اكيد هتكون ايه؟ عندها spines، عندها اشواك عشان تلزق بيها، ودي زي ايه؟ النبات اللي هو البوردوك سيدز. وطب اللي هتتاكل عن طريق حيوان وتتنقل بقى عن طريق الستول تاني، زي التوميتو سيدز والابل سيدز. يبقى الفلوتينج اون ووتر كوكونات سيد، ترافلينج باي ويند مابل سيد ودانديلون سيد، ودي بتتميز السيدز دي انها لايت سيدز. وستيكينج تو انيمال فور، لازم تكون عندها السيدز هاف سباينز زي البوردوك اي سيدز. وايتن باي انيمالز زي التوميتو والابل سيدز. ده طريقه انتقال السيد، ذا واي اوف سيد، ذا واي اوف سيد ديسبيرزل، طريقه انتقال السيدز والاكزامبلز عليها. هنبدا دلوقتي بقى نعمل موديل اكزام على الكونسبت 1. فاول حاجه بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر. يلا نعمل تشوز ذا كوريكت انسر. بيقول لي all the following can help in seed dispersal، كل ده بيساعد في seed dispersal except، ما عدا ايه؟
ال wind, ال water, human and animal, soil and sunlight. طبعا ال wind بتتنقل بيها, ال water بتتنقل من خلالها, وال human and animal من خلالها, يبقى ما عدا مين؟ ما عدا ال soil وال sunlight, except soil and sunlight. طيب blood rich in carbon dioxide gas return back to the heart. ال blood اللي فيه carbon dioxide كان بيرجع تاني للقلب من خلال مين؟ من خلال ال veins, through veins. طيب space plant has climb stem. مين البلانت اللي ليها climbing stem, اللي ليها كانت climbing؟ هل التوماتو ولا هل البوتيتو or tomatoes or vine ولا الباين؟ طبعا هي الفاين, العنب اللي كان متسلقة. تمام. طيب البلانت produce نقط during photosynthesis process. نواتج الphotosynthesis process كانت الجلوكوز والأكسجين gas. يبقى glucose and oxygen gas, يبقى الاختيار هيكون B. السؤال اللي بعد كده بيقول لي what happen if, ماذا يحدث لو we put a seed of pea in a soil, it will plant and give a, it will grow and give new plant, it will grow and give new plant. طيب plant have unique, put true or false. السؤال اللي بعد كده بيقول لي put true or false, plant have unique structure that help them make their own food using sunlight. صح ولا غلط؟ ايوه طبعا, النبات ليه تركيبة مميزة عشان يقدر يعمل بيها الphotosynthesis process. light is important for plant growth. الضوء مهم جدا لنمو النبات. طبعا ده true عشان بياخد الانرجي from the sunlight عشان يعمل combination between carbon dioxide and water to form glucose. plant stem has hairs that absorb oxygen gas from air. هل plant stem فيها hairs؟ ده false. مين اللي كان ليه air؟ مين اللي كان ليه hair؟ كانت الروتس. glucose is a type of sugar that's produced from plant during photosynthesis process. ده طبعا ايه؟ صح, الجلوكوز هو ناتج من عملية الphotosynthesis process. give reason for the following. burdock seed can stick to animal fur. Late burdock seed can stick to animal fur because it has spines. Because it has spines, عندها أشواك فتقدر تلزق بيها على فرو الحيوان. يبقى because the seed has spines or because the seed have spines. Number 3. Write the scientific term for each of the following. A liquid substance that plants, animal and human need to survive. المادة السائلة اللي بيحتاجها النبات والحيوان والإنسان عشان يعيش. أكيد الووتر, أكيد الإيه؟ الووتر هو الليكويد اللي أنا بحتاجه عشان أعيش. طيب اللي بعد كده parts of plant that are responsible for reproduction. من العضو المسؤول عن الreproduction؟ الفلاور, الفلاور. طيب number 3, the source of energy of plant to make photosynthesis process. إيه مصدر الطاقة اللي بياخده النبات عشان يعمل photosynthesis process؟ sunlight, sunlight. Like add the following figure, then complete the following sentence using the word blue. هبص على الفيجر وابدأ أكون. The seed in نقط grow faster than the seed in نقط. يا ترى السيد اللي في فيجر A ولا الفيجر B اللي هتنمو أسرع؟ أكيد اللي فيجر A grow faster than figure B, عشان في الA هي جوه السايل. طيب the seed in figure B should be transferred into soil. لازم تتنقل للإيه؟ للسويل. to complete their growth, to complete their growth, عشان أكمل النمو بتاعهم لازم أنقلهم للسويل, أنقلهم للسويل عشان إيه؟ يكملوا النمو بتاعهم. السؤال number 4 بيقول لي choose from column B which suits it in column A. هنقول الروتس, إيه هي الروتس؟ وظيفتها إيه؟ إنها بتمتص الإيه؟ الووتر والنيوترينز from the soil. يبقى الروت absorb water and nutrients from the soil. الستم كانت بتعمل إيه؟ بتنقل النيوترينز والووتر from the root to إيه؟ all parts and water from the root to all parts of the plant. طيب الليفز بتعمل إيه؟ هي اللي بتجمع السن لايت وبتاخد الكربون دايكسايد عشان يتحد مع الووتر وتعمل عملية الفوتوسينسيس بروسيس. يبقى collect sunlight and carbon dioxide gas which combine with water to help a plant to make its own food. طب الاستوماتا هي اللي هتسمح بمرور ودخول الغازز, صح؟ يبقى allow gases to come and in and out the plant. Allow gases to come in and out the plant.
السؤال نمبر بي بيقول لي correct the underlying word chlorophyll in plants roots absorb energy from the sunlight. هل الكلوروفيل هو اللي بيمتص موجود في الروتس ولا موجود في الليفز؟ chlorophyll inside the leaves. السؤال اللي بعد كده during photosynthesis process light energy is transformed into sound energy. لا، اللايت energy بتتحول لكيميكال energy. وبكده يبقى حلينا الموديل اكزام. يا رب نكون استفدنا. لو في حد محتاج اي سؤال في الكونسبت ده يبدا يبعته لي، وانا ان شاء الله وانا هبدا اجاوب له عليه. واستنونا في الليسون الجديد.